إذا لا نملك سلاحا سوى إيماننا بالعدالة، إيماننا بالعدالة القضيه. سيد الرئيس، طلب منا أن نضع عنوانا لتلك الواقعة، فلن نجد أبلغ من غدر وخيانة، خسة وبشاعة. وقبل أن نخوض في عباد وقاع القضية وخطو بها، فإننا نوسر أن نلقي ضوءا موجزا على شكوص الدعوة وصلانهم في الأوراق، حيث المتهم عبد الرحمن يحيى سيد أحمد عبد الرازق والمبني عليه آني عبد الغفار محمد. فواقعة اليوم يا سادة، بطلها شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، آله غضبه وقاده شيطانه إلى ارتكاب جرم، فعميت بصيره، فلا رب يهاب ولا قلب يرق ويستطاع. فالمبني عليه خرج ضاربا في الأرض مستأمنا لقاتله، لم يتبادر إلى ذهنه بأن القابض سيكون ذلك الذئب البشري الذي انتزعت منه الرحمة والإنسانية، فقتله بدم بارد بعد أن بث الشيطان ريح خبزه وختم على قلبه وعقله فهيأ له جرحه. سيد الرئيس، ففي العاشر من شهر فبراير لعام 2024 شهدت قرية الناصرية بمركز ومحافظة الفيوم كارثة ارتعدت منها النفوس وشابت منها الرؤوس. ناو زلزال ليس للطبيعة يد فيه، ولكنها يد الإنسان، ويا ويل العالم أجمع من شر الإنسان إذا ضل وغوى. مأساة مروعة أصفر فيها الشر عن وجه القبيح، وقشرت الخطيئة عن أنيابها لتلتهم روحا بريئا. حيث تجرد المتهم الماسل أمام عدلكم، وظل المتهم مستسلما لتلك الهوادس. وقبيل واقعتنا بستة أشهر نشأت علاقة فيما بين المبني عليه والمتهم، يجلسان سويا ويتسامران ويحتسيا الشراء، وهو يحمل في نفسه شر الدنيا كلها. لم ينسى المتهم ولم يتجاوز تلك الهواجس التي ما زالت تسيطر على تفكيره، وكان قد عزم على ارتكاب فعلته الدنية انتقاما لأمر لم يتبين حقيقته من الأساس. فبيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على إزهاق روح المبني عليه، وأعد لارتكاب جرمه السلاح الناري المضبوط محل الواقع.